انهي عمل انت اعتذرتي عنه عمل مصري وندمتي بعد كده ان انت اعتذرتي عنه؟ في اعمال ندمت يعني بحس انه خلص الوقت مضى. إنه حتى لو مضى انت اول مره تكوني ضيفتي لازم هكلمك في كل حاجه. طبعا اكيد يعني بدون تسميه اعمال، بس كان في مشروع مع الدكتور يحيى الفخراني، وانا لانه بعشقه لهذا الفنان العظيم طبعا، فكان كنت لازم وقتها انه انا يعني كنت بحب اني اكون معه بغض النظر عن اي مسلسل كان. في عمل تاني او في فنان تاني؟ لا عموما اللي اعتذرت عنهم كنت انا يعني بكل قناعه، بس مع الدكتور يحيى يعني أكيد. وقت العمل كثير عمل ضجه ضجه كبيره.